اليوم السبت نقيم المعرض الثالث العلمي لكلية الصيدلة. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله سبحانه وتعالى تم هذا المعرض على أكمل وجه بمشاركة طلاب كلية الصيدلة على إتمام ونجاح هذا المعرض العلمي الثالث، أيضا بتكاثف الجهود من عميد كلية الصيدلة الدكتور أنس بزهرة. فنحب أن نقدم شكر لدكتور أنس بزهرة والطلاب المشاركين في هذا المعرض. المعرض كان أعمال مختلفة فيه مقدمة من عدة شركات أدوية، أيضا الطلاب قدموا عدة بوسترات، وكان بنكهة علمية خالصة لإتمام وإنجاح هذا المعرض. عن باقي انواع الحليب انه هو موفر المادتين اللاكتوفيرين وبيتا بالميتات، هذين متوفرات في حليب الام مش متوفرات في باقي انواع الحليب. اللاكتوفيرين ميزته انه يعطي مناعه للبيبي، الشيء الثاني انه يساعد امتصاص الحديد فالبيبي ما يصيرش انيميا. الحاجه الثانيه اللي هي بيتا بالميتات، هذه يساعد امتصاص الدهون، الطفل يحتاج 55% من ماده الدهون، فالماده هي تساعد امتصاص الدهون وتساعد امتصاص الفيتامينات اللي يحتاجها الدهون عشان يمتصها، لان الاي والدي والاي والكي. Yeah.